جزاك Allah khaira Farhan Azhar. The first word sent down in the Quran was Iqra, which means to read. And this shows the importance of acquiring knowledge in Islam. And now, to give us the same message, that is, to tell us the importance of gaining knowledge in Islam, I would like to call upon stage Anam Javed and Halima Afsha, both students of Standard 3rd. Anam Javed and Halima Afsha will present before us an Islamic song, Iqra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Anam Javed. I am Halima Afsha. Inshallah, today we are going to present before you an Islamic song. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أجمل حكمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أجمل حكمة. Iqra بسم الله تعالى. Iqra وسط نحو القمة. Iqra بسم الله تعالى. Iqra وسط نحو القمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra بسم الله الدنيا حبا عملا عزما سعيا وانشر في الأوجاع الحدية وتعلق نورا كالنجمة. Iqra بسم الله الدنيا حبا عملا عزما سعيا وانشر في الأوجاع الحدية وتعلق نورا كالنجمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أجمل حكمة. Iqra بسم الله تعالى. Iqra وسط نحو القمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra بسم الله الكون علما عذبا فكرا فنا وتعلمه ركنا ركنا وامضي به موفور الهمة. Iqra بسم الله الكون علما عذبا فكرا فنا وتعلمه ركنا ركنا وامضي به موفور الهمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أجمل حكمة. Iqra بسم الله تعالى. Iqra وسط نحو القمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. مثل الطير غادر واقرأ مثل النحلة فوق الزهرة ابحث عن معنى عن فكرة أنشدها في أعذب نغمة. مثل الطير غادر واقرأ مثل النحلة فوق الزهرة ابحث عن معنى عن فكرة أنشدها في أعذب نغمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أجمل حكمة. Iqra بسم الله تعالى. Iqra وسط نحو القمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra واكتب في المدرسة اسم مانا أحلى لغتي وانسم دربا كالأمية وتع في آخره بزمة. Iqra واكتب في المدرسة اسم مانا أحلى لغتي وانسم دربا كالأمية وتع في آخره بزمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أجمل حكمة. Iqra بسم الله تعالى. Iqra وسط نحو القمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra, 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 Iqra. كانت أول كلمة. Iqra كانت أول كلمة. Iqra كانت أول كلمة. Iqra كانت أول كلمة. جزاكم الله خيرا.